بالبداية تكريس للمبدأ الديمقراطية، فنحن في المؤتمر الشعبي العام تدرجنا بالانتخابات على مستوى المجموعات ثم على مستوى أي أنه كل فرد مارس ديمقراطية وصعد بكل شفافية وكل نزاهة. تجربة كبيرة لم يمارسها أي حزب تنظيمي في اليمن في إعادة هيكلته في ديمقراطية حرة ونزيهة. لنا طموحات كثيرة وكلنا ثقة بأن انعقاد المؤتمر سوف تخلل له النجاح وتمنين له التوفيق. أن معظم القرارات تحيث إلى جانب الشباب، والذي كما ذكر الأخ المشير علي عبد الله صالح أنها تشيد لأن الشباب هم صمام أمان هذا المستقبل. بهذا العرس الحزبي البهيج فعلا، والذي إنما على شيء فإنما ينم عن شفافية حزب المؤتمر ومد كفيه إلى الكل والشغل فوق الطاولة وليس تحت الطاولة كما بيحدث في بعض الأحزاب. نشكر الأخ الرئيس علي عبد الله صالح على هذا ألفته للمرأة داخل اليمن الذي أتاح لها جميع الفرص في التربية في الصحة في الوزارات.